موقف حصل قدامك بنت تحرشوا بيها؟ كان بيحاول ان هو يعني يركب العربية بالعافية. موقف في الاتوبيس، واحدة ست ومنقبة، واحدة تحرش بيها وزعقت معاه شوية، والناس شوية دفعوا على عن الست وشوية دفعوا عن الراجل. كان هنا في مدينة الدقي في مكان عام وما عندوش أي نوع من الاحترام أو الأخلاق أو التدين والحاجات ديت، والناس اتلمت عليه وضربته لأن كانت بنت لوحديها في الشارع. كان رد فعلك وقتها إيه؟ مفيش حد هيسكت طبعًا، إحنا مجتمع طبعًا بطبيعتنا حتى لو إحنا نفسنا فينا 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 عيوب، أكيد مش هنسكت على حاجة زي كده. طبعًا بياخدوا بالهم يزعقوا له، هو بيروح مرتبك ويروح نازل على طول. هي بتشتمه او هو بيشتمها ومدخل مصد المشكله، كلنا اتخانقنا مع خناقنا عشان الست. يعني انا شخصيا اتخانقت عشان الست، وخد علقه يفتكرها عمره كله، كفايه ان هو اتهان والناس كلها ضربت في الشارع وتهان وبهدل وتصور كمان. التربيه الاخلاقيه عنده مهتزه في البيت، لازم هتلاقيها في الشارع مهتزه. متحرش جبان جدا، يعني مجرد ما هو شايفك اصلا ان انت عندك استعداد ان انت تتكلمي هو بيخاف، لان هو بيلعب على لعبه ان انت مكسوفه. طب اتكسف ليه؟ انا اتكسف هو حقي؟ اذا كان هو مش حقه هو مش مكسوفه.